أعلن سيدي ميديا ويما ورار حقيقة كسليسان سيرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك أو سبسكرايب سار تشانل كينا هدي أدنو قو عصوبتاي مع السند كسر دوا ورك صبحنيمي على سيدا ميديا فضلا نادانو قو عصوبتاي سبسكرايب سار كومبيل كفرو داو ورك يقود دنبيي وصبحنيما اسنين خضب حساسية نوصو صعدة فضلا نلاتشوك حق حساسية فريما علوس اي فرماجة كسعودة اي بيان كيو انك ميدوغا يورب ميدوغا افريكا ايجد مدحوينها وقتي سدماده فرماجة او سيحن لوصو عنانتي اسلام مركاسين رونت لو شيغي بيش عالم كأيا فريم علسو ديرتي مدحوينها وقتي جيسو دماده اي سوماليا محمد عبدالله فرماجة او بشي لبات كردن بيستي كرسيغا اساق او ان شرعيات او هايسان بيان كأي سي وده جره او سو سارين خرام مده ميدوغي ميدوغا افريكا ميدوغا يوروبية او رقبالات كأيغا دايا وحا كرد احجري فريم السيطو ساي وصعودي محمد عبدالله فرماجة او كسابسان خلافك كتاغن دور الشادة ايا خلالا سا سياسي ايا كدشي دالك فريمها كرد احجري ايا كلا اهكو ان سوماليا اي تهي دال حر اه او لدورة يو قراني مدي سبالسي خلالا سكستا او كدعا او هاليس غلين ايو امنيغا ايا حسيلوني دا دوني دا حسوسين ان سوماليا اي جوغان شرعيات كا هايستان غولها امنيغا قرامد ميدوبي اسلام مركاسين اي شرعيات او هايستان لابا ان او هاليس كو جرو هور مركي دولده هوري اي سوماليا غارين سيبا ان حكم كيسين نواد اهي لوغو كلاوريغي فارين كو وجهان فرماجو سدح ان لقبت دورو شوين حر ايا حلال اهي اسلام مركاسين ان لاقبل كرين دورو شهال انا اهي اما مدكردين هاي اده دولد اي وقت جيدو نمادي أفر إيو إن دب لوغو نقضو وضا هادالكي السعودي مدحدة دولة فيدرالكي مامول قوبالي دا سيحال لوغو غارو خلافك دورو شوين كدالكا قرالك قرامدا ميدوبي ميدوغا يوروب ميدوغا أفريكا إيا إيجد وحاكمي دها وحان اوغو باقينا هقامي ياشا سياسة دا سوماليا إناي سي أنباقادان هور مركا لغا سميجي دولة ديسكا سياسة دا لودن يهي دورو شوين كسين نبادا هي حكم كاسوغو وريجيان غار أهان أي مانتا غارسيان إسبدا المهيم أو أهوما دا صوماليات إيه دورا شاكو دعدا سنباد حر عدالت إيو كالسوني ليدهي بيان كان أغدن بيه أياكو كوبان قرامي دا ميدوبي إيا أرغوباليات يدا واوين إيه سامين تا أوليه أريما صوماليا أو كالا أه ميدوغا يوروب ميدوغا أفريكا إيا إيجاد سيكستبها آتي مدحوينها وقتي سدمادي أيا وحاسو غاريا فريمع العلوس أو هنجباد إيا الدقنين إسلا صعدا أهي دينا عاكالو حوق علوس لفتا غرين او فولينا يا أماركي فرماجو ديبنا اوغو لابطي باي دابا إسلام مركاسينا وحاو دونا يا مدحوينها وقتي سادا مادة فرماجو إن شركة تيندا دا أفسيوني او سيد دابا ديرادو مدحوينها كو فرقل بيدا عبد عسيس لفتا غرين او فولينا يا أماركا مدحوينها حلكي سادا مادة ايا غاري مغالة باي دابا وحالاقو شيغا إن سفركا مدحوينا لفتا غرين ايا أحمد غابان او لابا عشا قادان دونا إساقو ديب اوغو سولابان دونا مغالة مقدشة سيدا ورقاي شيغيان إلا ورأيدي لو كلسون يهي أيا عالان سيدا ميديا او شيغا إن فرماجو او قرشاين ايو مدى كرور سيمالين تتلادة دا اهي وحونا كو أمري مامولة دا تاغيرسان إن اي ديب اوغو لابتان مغالو ينكودا بيش عالم كا ايا سو سارتي قرال اي اوغا ديگيسو فرماجو إن آنو كو ديران مدى كرور سي إياغو شيغاي إن او ديب اوغو لابتو ميسك ودا هادالك إسلام مركاسين افسيونا اوكو لابتو سيحال كاسي شركة مركلا اوغو دعو سيكستباها آهاتي مدحوين هان آن وحبا مقلينين مركز تطلابة او قادة وحادة بتاقن بيش عالمكا لنا عاكال بودلان او دلب او ديرتاي مدحوينها وقت جيسا دمادية فرماجو وزير كورفافين تا دولة قبلية كبودلان مدنى عبدالله علي حرسي تما عدي ايا ومركز كعلي يمامل كبودلان او ديار او يهي اني سي سعودان وضا هذا الذي تيند دا افسيوني او دولة داي شاكتا انو فشل مي وزير تما عدا ايا شاكا ان مدح دا سر اي بودلان اي او قول يهين قو آن رادين تحل دورشو مدداس او سي ودا اقل احلوغو قلي لها دورشة دالكا بودلان ولي وحي جوكتا ميسكي ودا حاجوتكا اي لغو بلامي وحانناغا قو ان رادين تحل دورشة لودن يهي لغو قلي كارو سي دالكا حسيلوني درهدا سياسة داد لغو بدبادي ايو ير وزير تما عدي او قرال كوبان سو باهيي سي دوكلا وحاو كدل بدي مدحوينا وقت جيسا دمادي فرماجو انو كسو لابتو ميسكا ودا حدا لدا سي حال كمدن بيس اهي لوغا غارو عقابة ده كوهر قدبن شروينا ها دورشة ده وحاو هوستاكا حريقي ان هشيس لنا عيادا اسكو هيا دورشة ده اي غاران او دالكا كبد باديو حسيلوني در سياسة ديت وزيركا ايا هوري او شيغي ان بودلان اي او تاگن تهي الالين تا شرعيغا ايو كرداقا شادا دستوركا او يالا دالكا اساقا او كو ايدي اي دولة فيدرالكا اهي اي سوماليا ان اي كتو منيسا شروع دا دالكو يالا هادالكاني ايا ايمانا يا حلي اي دوان دولة فيدرالكا اي شاعيسي ان اي فشلمين ودا هادالذي كسعودي تيندا دا افسيوني بيش عالم كايا كرسي غابان او فرد سمدح وينها وقت جيسا دمادي هدي او مدو كرورسي سمييو عيد اقبالي سمجرتو هدي او تيندا دا افسيوني ديدو عيد كيا لي سمجرتو لابدر دينا عياكسو حرمتي مدح وينها وقت جيسا دمادي فرماجو شرعي دارانا كموسي جوغي كرو كرسي غا امد صوماليات فضلا دب او داور كيني هوري اي عالان سيدا ميديا
madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday farmaajo oo ku amray ra'iisul wasaare Roble in Master Omar wasiirka dowlista laga bedelo xilkaasi isla markaasina loo wareejiyo wasiirka shaqada iyo shaqaalaha. Dagaal xoogan ayaa kala dhaxeeyay wasiir Omar iyo madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday ee farmaajo kadib markii buuq uu ka dhashay magacaabista garoonka Garbaharay oo la rabay in loo bixiyo wasiir Omar. Khilaafkaas darteed ayuu madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday farmaajo xilkii ka wareejiyey una wareejiyey wasiirka shaqada iyo shaqaalaha Master Duran. Ra'iisul wasaaraha xilka sii haya ee Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa maanta xilalkii u kala bedelay laba wasiir oo ka tirsan xukuumadda Soomaaliya. Wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada Maxamed Cabdullaahi Omar ayaa laga qaaday xilkii uu hayay waxaana loo dhiibay xilka wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada. Sidoo kale Duran Axmed Faarax oo ahaa wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada ayaa loo magacaabay xilka wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada. Isbeddelkan uu sameeyey Roble ayaa ka dambeeyey dalab ka yimid madaxweynaha muddo xileedkiisa dhammaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyadoo ra'iisul wasaaraha tixgeliyey codsiga ka yimid Farmaajo. Sababta ka dambeysay in Farmaajo u kala wareejiyey xilalka ayaa la sheegay in buuq xoogan uu ka dhashay magac bixinta loo bixin rabay garoonka diyaaradaha cusub ee Garbaharay. Waxaa jirtay in magac bixinta garoonka weli aan go'aan laga gaarin taasoo dib loo dhigay balse wasiirku xigeenka arrimaha gudaha Jubbaland Cabdiraxmaan Maxamed Cawar iyo xubno kale ayaa qalqaalinayay in loo bixiyo Omar International Airport. Garbaharay ayaa garoon cusub loo dhisayaa, Farmaajo beeshiisa ayaana degta waxa uu doonayaa in ugu yaraan Farmaajo ama qof kale loo bixiyo. Si kastaba ha ahaatee, buuq xoogan ayaa hareeyay in garoonkaasi magac loo bixiyo. Kusimaha guddoomiyaha Garbaharay Xasan Sheikh Cilmi ayaa dhagax dhigay garoonka cusub ee Garbaharay waxa uu soo jeediyey in magac bixinta garoonka laga dhigo Omar isaga uu la jeedo in loogu magacdaro wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada. Farmaajo ayaa arrintaasi ka war helay, maantana waxa uu ku amray Roble in loo kala bedelo xilalkaasi maadaama uu muddo soo shaqeeyey Master Omar isla markaasina uusan Farmaajo ka cabsaday in la eryo. Hase ahaatee waxaa laga dhigay wasiirka shaqada iyo shaqaalaha. Master Omar waxa uu ka mid yahay wasiiradii ugu muddada dheeraa isaga oo horay ula soo shaqeeyey ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre, halka Duran uu xilka jooga wax ka yar 6 bilood isaga oo la magacaabay markii uu xilka la wareegay Master Roble. Sidoo kale waa markii ugu horreysay ee Roble isku shaandheyn ku sameeyo golihiisa wasiirada tan iyo markii uu 19kii Sebtembar 2020 magacaabay xukuumaddiisa. Dhinaca kale, shir degdeg ah ay madaxtooyada Kismaayo soo qabanqaabisay oo ka dhacay magaalada Kismaayo. Madaxweyne ku xigeenka dowlad goboleedka Jubbaland Mudane Maxamuud Sayid Aadan ayaa maanta daahfuray tababar ku saabsan laamaha amniga iyo dadweynaha sidii wada shaqayn ugu dhexayn lahayd. Tababarkani ayaa waxa uu socon doonaa muddo 3 maalmood ah, waxaana soo qabanqaabisay xafiiska amniga madaxtooyada dowlad goboleedka Jubbaland. Inta uu socdo tababarkani ayaa waxaa lagu lafaguri doonaa baahida arrinta loo qabo in la ogaado iyo in la xoojiyo sharciyadda ka jirta wada shaqaynta laamaha amniga iyo dadweynaha. Madaxweyne ku xigeenka dowlad goboleedka Jubbaland oo daafuray tababarka ayaa sheegay in sharaf weyn ay u tahay in ay qabtaan shirkaani ay isku wareysan doonaan laamaha amniga iyo bulshada Soomaaliyeed. Dhinaca kale, wararka naga soo gaaraya gobolka Mudug ee bartamaha Soomaaliya ayaa sheegaya in maanta ciidamo ka tirsan kuwa daraawiishta Galmudug ay gadood ka sameeyeen koonfurta magaalada Gaalkacyo ee gobolkaasi. Ciidamadani oo watay gaadiidka dagaalka ayaa ka soo baxay xerada Indhaqaris iyaga oo la wareegay 3 kontarool oo ku yaala magaalada Gaalkacyo. Ila dadka deegaanka ah ayaa xaqiijiyeen ciidamadu ay hakiyeen dhaqdhaqaaqa koonfurta Gaalkacyo iyaga oo gaadiidka u diidaya isticmaalka wadooyinka magaaladaasi. Saraakiisha horkacisa ciidamadani ayaa shaacisay in aysan wax mushaar ahi qaadan ilaa 3 bilood isla markaasina ay waayeen xuquuqdii ay ku lahaayeen Galmudug. Madaxweynaha Galmudug oo iska dhex jiifa fila Soomaaliya isla markaasina jeebka uu ku haysto Farmaajo ayaa gabi ahaanba dayacay ciidamadii Galmudug. Wararka ayaa sidoo kale intaasi ku sii daraya in haatan ay bilowdeen dadaallo ay wadaan odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka deegaanka, kuwaasi oo dadaal badan ku bixinaya sidii loo xalin lahaa tabashada ciidamadaasi dibna loogu celin lahaa xeradii ay ka soo baxeen. Si kastaba, xaaladda ayaa haatan aad u kacsan, mana jirto weli wax hadal ah oo ka soo baxay saraakiisha sarsare ee dowlad goboleedka Galmudug kuna aadan xiisadaasi. Halka madaxweynaha Galmudug oo iska dhex jiifa fila Soomaaliya isla markaasina noqday u adeegaha madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday Farmaajo. Dhegaystow ogow, haddaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka. Calansida media ugu imaa warar xaqiiqa ku saleysan, sirar qarsoon, warar degdeg ah. Fadlan nala joog oo subscribe saar channelkeena haddii aad nagu cusub tahay. Mahadsanid.